بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، قبل ما نخش في الدرس، أيهما أفضل تقول أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد يعني، وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أيهما أفضل في التشهد؟ ما احنا بنقولها في كل التشهد. فهم؟ رواية سيدنا ابن مسعود في التشهد عبده ورسوله، رواية سيدنا عبد الله بن عباس رسول الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. كويس. طبعا فاز سيدنا، احنا ضفنا سيدنا بعد كده بسبب ايه؟ اسباب كثيره احنا شرحناها قبل كده. طيب، فالامام الشافعي، الامام ابو حنيفه، والامام مالك خدوا روايه ابن مسعود اشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهمت ازاي؟ الامام الشافعي خد روايه سيدنا عبد الله بن عباس قالوا ان محمدا رسول الله لاسباب كثيره، منها واهمها انها موافقه للقران. محمد رسول الله دي آية قرآنية، مش كده برضو؟ فلما قالها لقاها موافقة للقرآن فاختارها. لا، رواية عبد الله بن عباس موافقة للقرآن، للفظ القرآن، فاختار الإمام الشافعي تشهده رواية عبد الله بن عباس. خدت بالك ازاي؟ دي نقطة لطيفة يعني من اللطائف، لأنها ايه؟ لفظ قرآني، يعني هي حديث نبوي وافق لفظ قرآني، وعندي حديث نبوي لا يوافق اللفظ القرآني، والاثنين صحيحان، اختار ايه؟ الامام الشافعي بقى شوف ذكاؤه، قال انا اختار اللي يوافق اللفظ القرآني، وهي التشهد في صلاة الشافعية. فهمت ازاي؟ الشافعية بتشهدهم يقولوا كده، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وبعدين يصلي على النبي في التشهد الاوسط، ويقوم يقول الله اكبر، ويجيب الركعة الثالثة. لازم ينهيها بالصلاه على النبي، لدرجة لو نسي الصلاة على النبي في التشهد الأوسط يسجد سهو. شفت قد إيه؟ يعني التشهد الأوسط عند الشافعية ما ينتهيش عند إيه؟ محمد رسول الله. لا، ده ينتهي بعد ما تصلي على النبي. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الله أكبر، وتجيب الركعة الثالثة. فاهم؟ لو نسيت تصلي على النبي في التشهد الأوسط تسجد سهو. كل دي ايه؟ من مزايا المذهب الشافعي، بس عشان اقول لك يعني مزايا المذهب الشافعي في هذه القضية. لكن كلهم صح، والصلاة صحيحة بكل وضع، واللي ما صلاش على النبي وما سجدش للسهو التشهد صلاته صحيحة. فهمت ازاي؟ لكن انا بقول لك اختيار مذهب الشافعي. لا، ده السيادة بقى تقراها فوق، احنا عندنا كده اعلان جايبينها من دار الافتاء ان السيادة، زيادة لفظ السيادة على للنبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في الصلاة والأذان والإقامة، ليس عند الشافعية فقط، بل عند كثير من الأحناف وكثير من المالكية وكثير من الحنابلة. في التشهد إذا كان في الأذان وفي التشهد وكذلك وفي الإقامة. كويس. وعايز الدليل تبقى تقرأ بقى إيه دار الفتوى دار الإفتاء. أيوة. ايوه، ما جراش حاجه، بس عبديه، ما هو عبده، ما الاثنين صح، ما هو الاثنين صح، يعني الاولى شهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمد عبده ورسوله صح برضه. كلمه عبديه بس، عبديه بس، انما الثاني محمد رسول الله جمله كامله. خدت بالك؟ يعني دي واخده جمله كامله والثانيه واخده لفظه. واخد بال حضرتك؟ لكن الاثنين صح، احنا خد بالك، احنا بنتكلم ايهما الافضل، لكن الاثنين صح، مش بنقول ان المخالف غلط، لا، الاثنين صح. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين، في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد،
من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب 28، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. إذا كان الإنسان قبل إسلامه، إذا كان في إنسان كافر قبل إسلامه نذر فعل طاعة يقرها هذا الدين الإسلام ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء به؟ يعني واحد وهو لسه مش مسلم قال لله علي أن إيه، أن أذبح خروف أوزعه الفقراء مثلا، كانش مسلم، ما هو إطعام الطعام ده خلق بيعمله حتى الكفار، يطعموا الفقراء ماشي ما يجراش حاجة، فهو نذر أنه هو يطعم فقراء وهو كافر ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء؟ يعني هل ينعقد نذر الكافر ولا لا ينعقد؟ فهمت؟ أدي المسألة. ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد نذر الكافر، ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد نذر الكافر، وبالتالي لا يجب عليه الوفاء ولا حتى يستحب. وذهب الشافعية إلى انعقاد نذره ولكن يستحب الوفاء ولا يجب، لأنه لم يكن مكلفا وقت كفره، لأنه ليس من أهل النية، لأن لينعقد النذر لابد أن يكون مسلما لتصح نيته، فشروط صحة النية الإسلام مش كده، والنذر يفتقر لنية، ولكن يستحب، يستحب الوفاء به. يبقى الشافعية خرجوا عن الجمهور كلهم وقالوا يستحب الوفاء بنذر الكافر بعد إسلامه، يستحب الوفاء بنذر الكافر بعد إسلامه، ولم يقولوا بالوجوب. لماذا؟ لأنه قالوا لم يكن من أهل النية، فلم ينعقد لكونه ليس من أهل النية، لأن من شروط صحة النذر إيه؟ صحة نيته، وشروط صحة النية الإسلام. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. وعنه به قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 82 بعد 384، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. يبقى سيدنا عمر أهو قبل ما كان يسلم نذر أنه يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالنبي قال له إيه؟ أوفي بنذرك، والليلة ليست محل صيام، فدل على جواز الاعتكاف بغير صوم، خلافا لما ذهب إليه المالكية والأحناف وكذلك قول عند الحنابلة أنه لا يصح اعتكاف بغير صوم. يبقى عندنا المالكية والأحناف وقول عند الحنابلة لا يصح اعتكاف بغير صوم، إذا نذر اعتكافا وجب الصوم عند الاعتكاف، وبالتالي طالما لا يصح اعتكاف إلا بصوم يبقى أقل اعتكاف يوم وليلة عندهم. فهمت؟ هذا الحديث للشافعية دليل على أنه يصح الاعتكاف بغير صوم وأنه يصح أقل من يوم وليل. واضح؟ طب والتانيين ردوا إيه على الحديث ده؟ قال لك يقصد يعني ليلة، يعني يقصد بها بيومها. فهمت إزاي؟ يقصد بها بيومها، ليلة مع يومها يعني. فهمت؟ لكن الشافعي قال لك لا، هو قال ليل، ليه نقول يقصد؟ فهم؟ والليل ليس محل للصوم، فدل على جواز الاعتكاف مع بدون صوم، وهذا قول الشافعية. والقول الآخر عند الحنابلة، يبقى الحنابلة لها قول زي الشافعية فعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف،
زي الشافعي الحنفي، وله قول تاني زي الجمهور زي المالكية والأحناف أنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم. والنبي قال لو فأوفي بنذرك، هذا الأمر للاستحباب، حملوه على الاستحباب، حملوا الأمر هنا للنبي على الاستحباب وليس الوجوب، وده برضو يدلك على أنه يستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم، وهذا يوافق مذهب الشافعي خلافا لما ذهب إليه المالكية والأحناف. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حا قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، فخذوا بالرواية دي بقى إيه المقابل الشافعي، قالوا أقول لك يوما إيه؟ في رواية بتقول يوما، فهم؟ فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة، أنه نذر اعتكاف إيه في الجاهلية وخلاص ما قالوش قد إيه. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهبة قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه وأن نافعا حدثه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وأن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. بالجعرانة دي كانت إيه اللي بعد غزوة حنين، وكان وضع فيها إيه الغنائم بتاع غزوة حنين في هذا المكان الجعرانة، بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ شوف يوما أهو، فده دليل عند الأحناف والمالكية أنه يوم أهو، واليوم محل صيام، فهمت؟ عشان تعرف أن كل المذاهب وجيهة بس، ما تتعصبش المذهب، لا تتعصب، كل المذاهب وجيهة. فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده إيه، لأن هوازن أسلموا بعد ما إيه اتهزموا وسبوا أسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خيرهم بين ايه اموالهم تتاخد غنائم، وان هو يعفو عن سباياهم فلا يضرب عليهم الرق، فاختاروا سباياهم، فاهم؟ كان سيدنا عمر قبل ما يروح يعتكف كان خد جاريه من ايه من السبايا دي توزعت ليه، فلسه رقيقه، فالمفروض انه يعتقها لان النبي اعتق سباياهم، فاهم؟ فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. الناس هنا يقصدوا هوازن، يبقى أحيانا تقال الناس ولفظ عام يقصد به مخصوص، عشان نفهم حديث إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فالناس هنا هم كفار جزيرة العرب اللي منعوا النبي من إيه من نشر دعوته، لما قريش ومن والوه، وليس المقصود الناس في كل زمن وفي كل مكان إلى يوم القيامة. والنبي يقول أمرته، ده خاص بالنبي، فهم؟ فياخدوها بتوع داعش ويقول لك أمرته أنا كمان، وعايز يقاتل كل الناس ويبتدي بقتال المسلمين المخالفين الأول كمان، شوف قد إيه بئس ما يفهمون. فيبقى الناس لفظ عام وأحيانا يراد به الخصوص، بل كثيرا ما يراد به الخصوص، أكثر استعمال الناس في كلمة الناس أنه يراد بالخصوص، شوف قد إيه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم،
الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم بس، واحد بس هو اللي قال لهم ابو سفيان هيرجع يرد لكم، فربنا سمى نعيم الناس. الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم، ان الناس اللي هو ابو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ايمان. يبقى الناس الاولانيه غير الناس الثانيه، شفت قد ايه؟ فيبقى لفظ الناس في الشرع الشريف كثيرا ما ياتي ويراد به الخصوص، فهمت ازاي؟ وليس العموم، زي هنا كده. فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، يقصد سبايا هوازن. فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجاريه فخلي سبيلها، قال لابنه لانه كان معتكف، سيدنا عمر كان معتكف، فلما سمع الحكايه دي قال لابنه ايه؟ اذهب فخلي سبيل الجاريه اللي خلناها دي. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميده قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل، يعني رجع، قفل يعني رجع وزنا ومعنى، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وخد بالك ان لما قال حتى على رواية يوم وهو نهار، النبي قال له ايه؟ اوف نذرك، ولم يأمره بالصيام، فده دليل برضه للشافعية ان الصيام ليس دليل، فهمت ازاي؟ يعني حتى على رواية يوم لما النبي قال له اوفي بنذرك لم يأمره بصيام معه، واضح؟ والسكوت وقت الحاجة دليل على ايه؟ على يعني ايه؟ لان في قاعدة في الاصول لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، يستحيل ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الصيام واجب لبينه النبي وقت حاجة عمر له، فهمت؟ فكون النبي لم يبينه يبقى لا حاجة له، لا حاجة للصيام. كل دي أدلة الشافعية في عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، فهمت؟ هو يستحب عند الشافعية إذا اعتكفت يوم وليلة أن تصوم يوما، يستحب ولا يجب. لكن باقي المذاهب غير الشافعية يقول لك لا يصح الاعتكاف إلا بصيام، الصيام شرط لصحة الاعتكاف. الشافعية يقول لك لا، ده مش شرط، ده مستحب وليس شرط، يعني يصح الاعتكاف بلا صوم. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. ما هو النبي اعتمر بعد الإسلام بعد البعثة أربع عمرات، تاخد بالك، وكل أربع عمرات النبي كلها في ذي القعدة، عمرات النبي الأربعة كلهم في ذي القعدة. عمرة اللي هي عمرة الحديبية اللي منع فيها وحصل صلح الحديبية كانت في ذو القعدة. العمرة الثانية بعدها بسنة عمرة القضاء سنة 7 هجري، يبقى عمرة الحديبية 6 هجرية ومنع من الدخول وصالحهم صلح الحديبية. سنة 7 عمرة القضاء، عمرة القضية في ذو القعدة برضه. كويس؟ وبعدين العمرة الثالثة عمرة الجعرانة، من الجعرانة هي بعد فتح مكة وغزوة حنين والطائف. ادي العمرة الثالثة. طب والرابعة التي كانت مع حجته، الرابعة كانت مع حجته حجة الوداع، كان قارنا، فهمت؟ يبقى اما تسأل ايه واحد كم اعتمر النبي بعد بعثته تقول الايه الاجابة دي. فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وعن أبي قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. صحبة المماليك يعني معاشرة العبيد والرقيق، يبقى الصحبة هي المعاشرة، الإنسان يبقى عنده رقيق كيف يعاشرهم وكيف يصاحبهم؟
ايه هي الاداب. جاء الاسلام والناس كانت تستعبد بعضها البعض وتعذب بعضها البعض وتحتقر بعضها البعض وتقهر بعضها البعض، فجاء الاسلام ورفع هذا كله وامر بالاحسان في كل شيء، حتى للدواب، حتى للنبات، حتى للارض، فضلا عن الانسان المكرم. فهم؟ فجاء الانسان بايه؟ جاء الاسلام بتغيير طبائع البشر. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. لطمه يعني صفعه بالقلم يعني. وتملي يقول لك لطمه يقصد للايه؟ للوجه. تملي في الغالب يقصد لطمه يعني على وجهه. وعن ابي قال حدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن ذكوان ابي صالح عن زاذان ابي عمر قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا، قال فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا، في روايه يساوي هذا، يسوى بمعنى يساوي، بيقول ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يعني يبدو أن سيدنا عبد الله بن عمر لطم هذا المملوك، عمل حاجة غلط فلطمه، فأم سيدنا عبد الله بن عمر بعد كده ضميره أنبه أنه لطمه فعتقه لوجه الله ومسك عود من الأرض وقال أنا لا أنتظر ثواب زي يعني بقدر هذا العود من الله، لان انا بفعل ذلك كفاره عن ظلمي اياه اني ضربته. يعني انا اكفر واتخلص من اثم ضربه، لا اطلب ثوابا زائدا، بل مجرد تبرئه ذمتي. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامه. شوف انت بقى تاريخ امريكا وكيف كانوا يفعلون بالزنوج، ياخدوهم من افريقيا ويلموهم ويحطوهم في البواخر ويعملوهم اخس من معامله البهائم في امريكا على مدى 200 سنه في العصر الحديث وكان الاسلام، عشان تعرف الفرق بين الاسلام والحضاره الاسلاميه وبين الحضاره الامريكيه التي تدعي ايه؟ حقوق الانسان. شوف تاريخ هؤلاء وتاريخ هؤلاء، شوف ادب هؤلاء وادب هؤلاء عشان تعرف. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. الظاهر أنه هو إيه ضربه كده فلقى أن الضربة أثرت في ورده، فسيدنا عبد الله بن عمر بيعتذر له بيقول أوجعتك؟ أنا ألمتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. احتياطي، ما انما وجعتوش ولا حاجه. قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا، يعني بيعمل كده كفاره بس تبرئه للذمه لا طلبا للثواب. فهمت ازاي؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لطمه فان كفارته ان يعتقه. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس باسناد شعبه وابي عوانه، اما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم ياته، وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد، فما بالك بقى اللي بيلطم الحر؟ اذا كان اللي يلطم العبد لازم يعتقه، فما بالك اللي بيلطم الحر دلوقتي؟ ومش يلطمه بس، ده بيلطمه ويجرحه ويقتله وينتهك عرضه وماله. شوف قد ايه احنا بعاد عن اخلاق الاسلام والمسلمين، قد ايه بعدنا. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل عن معاويه بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه، هو ايه
لطم. خد بالك ان هنا ايه، معاوية بن سويد، معاوية لطم مولا يعني عبد عندهم، فلما لطموا افتكر ان ابوه لو عرف هيضرب، فهم اللي هو ابو سويد، فهرب، هرب مخافة ان ابيه يعاقبه. فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه. جاب العبد قال له زي ما ضربك اضرب ابني. دي نماذج ما تتكررش في البشرية، نماذج التربية النبوية دي لن تتكرر في البشر بعد كده. يعني شوف انت الوقت ابنك لو ضرب الخادم، الخادم وده حر مش عبد، ما تفكرش ابدا انك تجيب ابنك وتقول للخادم اضربه زي ما ضربك. تفكر تعملها دي؟ اقصى حاجه يمكن تطبطع عليه وتدي له 20 جنيه وتقول له معلش يا واخد بقى، صح ولا لا؟ لكن مش هتفكر ابدا انك انت تجرأه على ابنك يضربه امامك. شفت قد ايه بقى التربيه النبويه الشريفه؟ هو عارف ان ابوه هيعمل فيه كده عشان كده هرب. هو عارف الزهر ايه، معاويه عارف الحكايه. فقال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه يعني خد حقك منه. فعفى الواد العبد طبعا، لا انا مسامح من نفسه كده. فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة واحدة، إلا خادم واحدة، لأن خادم تطلق على الجارية وتطلق على الغلام بغير تاء التأنيث في لغة العرب، وليس لنا خادم واحدة، دل على أنه بيتكلم على أنثى، بتقولش خادمة لغة ركيكة، لما تقول خادمة تقول ركيكة، هي خادم للذكر والأنثى خادم بغير تاء التأنيث. قالوا ليس لهم خادم غير إيه، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. يبقى دل على ان الامر بعتق الرقيق اذا لطم امر على الاستحباب وليس الوجوب. هذا الحديث يدل على ذلك، ان الامر على الاستحباب وليس على الوجوب، بدليل انهم لما لطموها فالنبي قال اعتقوها، قالوا ما لناش خادم غيرها، ام النبي قال خلاص استخدموها وخليها معاكم واحسنوا اليها ولما تستغنوا عنها ابقوا اعتقوها. فلو كان الامر للوجوب لكان كلفهم بايه، بعتقها، فلما جعلهم يستخدموها بعد لطمها دل على ان الامر لايه، بالعتق للاستحباب، واضح، وليس للوجوب. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر، قال حدثنا ابن ادريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك الا حر وجهها، يعني حر وجهها يعني ايه، الخلقه، محل الخلقه يعني. يعني قال له انت ضربتها ما فيش امامك الا وجهها تضربها، ما عندك جسمها كتير اضربها كده على تحت، عجز عنك الا حر وجهها، لان الضرب على الوجه حرام لانه محل الخلقه المكرمه، فلا يجوز الضرب على الوجه ولو للتاديب. فهمت ازاي؟ حتى اولادك لما تقدمه ما تضربش على الوجه ابدا، والمدرس في الفصل ما يضربش على الوجه ابدا، لان الوجه ايه، مكرم، محل الصوره والخلقه. فهم؟ علشان كده قال له ايه لما لقاه ضربها على وجهها عجز عليك الا حر وجهها، بيعترض عليها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يسار
قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد. الظاهر قالت له كلمة غضبته فرح لطمها على وجهها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وعنه بي قال وحدثنا ابن عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الوجه، الصورة اللي هي محل الخلق التصوير شق السمع والبصر وكده، أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتقه. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري. محمد بن حميد المعمري اشتهر بالمعمري ليه؟ لأنه كان يتبع حديث معمر بن راشد، كل حديث معمر بن راشد كان يريد أن يدونها فسمي المعمري لهذه النسبة يعني. حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته. النبي له هيبة طبعا لا شك، فأول ما وجد النبي هو الخلف اللي بيقول له سقط الصوت من يده. وعنه بيقال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لا الله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله. إذا دي سموها إيه؟ إذا الفجائية، سموها إذا الفجائية مش الشرطية. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. يعني كأن إيه كفارة ما فعله فيه إنه إيه إنه يعتقه لوجه الله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه الغلام كل ما بيضربه أبو مسعود الغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله كده، فجعل يضربه فقال فقام الغلام وهو بيقول كده شاف النبي جاي من بعيد قال أعوذ برسول الله. فقال أعوذ برسول الله فتركه لأنه انتبه أنه هو شاف النبي كويس فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه. وعن أبي قال وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد
ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف على باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.